الله يعينك. تفضل تفضل تفضل. فضلك الله. مرحبا مرحبا. عايش بيك عايش. الله يرحم والديك. مرحبا بيك. عايش تفضل عايش. الله يخليك. لا هيفا مرحبا بيك زارت البركه. عايشك. وكل البركه. يعيشك. وحكاونا عليك برشا لا هيفا وقالوا راك معناتها مرا طيبه لا هيفا. الحمد لله. عايشك عايشك. سنده ولا سنده اسمها؟ زعرة زعرة. زعرة. فدلك عليك والله يفدلك. لا مسا شنو؟ والله يفدلك عليك. فدلك فدلك كماسطة ما خطفتش. لا لا. زعرة. اسمعيني زعرة. زعرة ورفل. منين جيت أنت؟ من السرس. يا بابا يا بابا يا بابا الدمدومة. إي نحن جماعة السرس. يا بابا السرس عرفتك السرس. سرس. حوايج. لزهرة مرحبا بيك. بيك يا عايش. شكون علاش جيتي؟ جيتني كالفرخة خير هيلة. قالت لها نورة هيا هيا. قالت لي ماما يمشي معايا الله أعلم بنتي وين توا حد ساعة مش نعرف بنتي وين. أنت وين توا؟ عند جعفر. أه؟ عند جعفر. إي. في ستو. وشكون مستدعيك؟ استدعيني القاعة نتاعكم جعفور. نتاعكم جعفور؟ أنا مبروكة قدامك؟ لا لا. أنا جعفور. جعفور ما قلتش لك مبروك سامحني. باهي. الحقيقة تعرف عندنا أزمة نتاع حليب في تونس. في بالك سمعت بها ولا؟ هو ثم أزمة متاع حليب حليب مقطوع حليب. أي أي ثم الناس اليوم مستدعينك على الحليب. أوكي. معناتها عندك ما تمولنا ولا؟ نمولكم. على عيني وراسي. على عيني وراسي. توانسة الكل. نمول كذا قاعد نمولها الكل الكل. لا لا. والله. ريح صلي ريح صلي. لا خاطر أنا امرأة مؤمنة بربي. وبنتك وين يا ذي؟ نعرف عليها أنا بنتي. بنتك ضاعت عليك هذي. ضاعت علي أنا ممكن نخذ الجمهور ما ريش بنتي. أعطيني بنتي. شو اسمها؟ نورة. نورة. إيه. عايت يا نورة. هذا اللي. ويني بنتي؟ تالي تالي. نورة. يا نورة. عايت وري في وين شيرت الضوء. فهمت إيه. رأيت استنى أنا جيت تبيها. ما هي جيت ايه؟ ويا وعلاش جابتك بالك في الجمهور الله اعلم بي انا جيت في روحي على جابتني شكون بالك مثلا شكون مستدعيك مثلا نشوف مثلا شكون مستدعيك وين شكون مستدعيني الله اعلم اه تو تشوف شكون مستدعيك يا حلوف عملتيها بنتي بنتي روحي بنتي روحي ماما روحي عندي بنية اخرى روحي يا روحي تاجي هذيك بنتي حبي تاجي انا ما مثاليه بو خو ام صديق شكون ني البنتي لا لا هي البو والصديق لا ني بو انت البو والصديق صديق. والخو كل شيء وكل شيء وانا امراه وراش تبكوا تونتم خاطر نحس بنتي أنا خدمت عليها من الأول. إي. معنا وقت اللي بوهم كان حي كانوا صغيرين هزيتهم لرجدهم كلنا احنا نسكنوا لبرا بعد على المنطقة بعد على السرس هزيتهم لرجدهم الله يفضله لهم الله يفضل مميتهم الله يرحمها الله يرحمها ونعمها وخاليتهم قروهم لي وأني قاعدة نوظف فيهم وباباهم مات بوهم هذه وصلت لي الباك علاش أنا نبكي. إي. ونحن عندنا الفلاح. خرجت لما قعدتني في المحيط في البيئة نتاعي. اي. نخدم في الفلاح. ما نجمتش برا والداخل. ما نجمتش. جد هي من الباك. قلت لي ماما نبطل. قلت لها لا. قلت لي ما قلت نضحي عليك باللي تحبي. لا ماما مش نقري اختي اختها كيف. مش نقريها وما نخليش ماما تتعب. ما نخليش ماما تتعب. خاطر ماما الوحيدة. لي في الدنيا تاج راسي. يمكن لك حاولت معها وقت ما محبتش قلت قلت ابقي معي هي اللي شالتني بنتي في كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء هي كل شيء هي عرست بنيتي جابت لي زوج بنيات وليد بسم الله ما شاء الله تو ماني عملت الرساله الاولى تو نعمل في الرساله الثانيه نعمل في الرساله الثانيه ربي يفضلهم من العائله من العائله ربي يفضلهم
هاي يا نور هاي ها هاي ها هاي ها هاي ماما اغزر لبنتك يا حاج هذيك ماما يما روحي خويا بابا سيدي ماما يا روحي هاي حبيت نكرمك خير من هاك اما اقول خير من هاك ما فهمش انت تعرفي اني انا قديش نحبك ومخيت نحب نقول لك راني نحبك من قلبي قدام الناس الكل ماما لي نحيك علي ليش من جمهور ألف ولا قديش نحب بنتي ماما لي نحيك علي بنيات وبنيات بنتي ريتها سي جعفر هذيك قلبي هذيك تاج راسي هذيك كنت فيه خويا سندي ما نجمش قد باش نقول ما نعرفش باش نقول اما تعرفي يما ان شاء الله زيد نكمل نحجك صدقيني يا ماما راه الحياه بلا بيك وظلمه والله تمشي ضيفه لدار عزيزي نهاري نمرض اقسم لكم بالله نبدا نطلب ماما روحي حتى مع خواتي يقولوا لي يا بنت ياسر خسابي يومك اش بك لازق ياسر في يومك اقسم لكم بالله الدار تظلام والله ايه صدقوني صدقوني وقت اللي بابا توفى وخرجنا من دارنا نقول لك والله 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 من ابني الماما دار اللي ماما تستحقها وقت اللي بنيتها وهزيت ماما وايدي في ايدك قلت لها في دارك شو في دارك يا ماما هذيك ريتي بنيتها لك انت يا ماما بنتي ماما انت روحي انت قلبي قد ما نعمل معاك راني وسامحيني يا ماما راني مرات نتعب ونبدا نفلطي صدقني يا سي جعفر مرات نتعب ننطر كي ولا حاجه قلبي يتشق بسكينه وقت اللي ننطر قلبي يتشق بسكينه صدقوني يا ناس ريتو نقول لكم حاجه لعنده ام وبو ايه ردوا بيكم تغلطوا راهو بعد امك وبيك ما فمش حد يحبك قد نقول ني ديما كلمه نقولها نقول كان ما جاتش ماما ني مرات راني نعجز بالحق راني مراه ونواجه في رجال وفي شمال غربي في وسط ناس ما تعرفش ايش معناتها مراه تحب توصل مراه تحب تتحدى مراه تحب تصنع روحها بالحلال بالحلال ما يفهموهاش ما جاتش دعوة ماما والله ماما كي تصلي وتقول لي بنيتي بري ربي ينوب عليك أقسم لكم بالله دعوتها مستجابة ينوب علي يا ربي بالوقت ناي ريتو دخلت في خدم ما نجمتهاش رجالة نقول ناي بذراعاتها بداية ذي الصغيرة نغلبهم علاش خاطر ناي ماما راضي عليا خاطر بابا كي جاي يموت أقسم لكم بالله في الغرغرة بابا وقت يطلع في الروح هبطوا دمعتي قالوا له علاش تبكي قال لهم نبكي على نورة بنتي ما نسيتيش هو بابا عند ربي تو ما نعرف ليه وشو فيا نا بابا وامي ما نتخيلش روحي بلاش بهم نا بابا حتى ميت استغفر الله ربي مشني قابله اللي هو نعرف الجسد عند ربي ما روحه في السيناء نا كنتي نغلط مع اخواتي اكثر وحده يمكن تعاتب روحها هي انا نا ما نرقدش مثلا نقول قصرتش مع هذا وش به متغشش هذه وش بها كان وحده منهم اي دقه شوكه نحسها انا قبلها منهم هو معليش نورة نورة خيتي يا زينة نحبكم تحبوا بعضكم يا ولاد الدنيا مشي ديما صدقوني صدقوني الأم بعيدة عليه يطلبها واللي قريبة ليه يزورها صدقوني أقسم لكم بالله أنا عمري 36 عام وريت وديما شي نقول نقول يا ربي يا ربي لا تميتني وماما متغشة مني حتى قدك وان شاء الله نقبلها هي يا ربي ما نحبش أميمتي بالحق صدقوني خاطر راهي الأم والبو راهم كنز ويحسهم كان اللي فقدهم انا فقدت بابا مرات كي تصعب حاجه نتاع رجال يقولوا كان جيني الصيد حي زعما نتغلب وكان جيني الصيد حي نولي نكبس روحي ونضغ نور هذه ما تقعدش نور الجويد تكبس وتولي بعشرة رجال انا من رايي نختم الحلقه يزي اسمعني كلمه واحده انا جيت كان شي لحظه بك خاطر اللي قلتيه يكفينا لسنوات وكلامك بشو قاعد يدور سنين وسنين وسترى بأمي عينك في التيك توك في الانستغرام في الفيسبوك عند جيرانك عند أحبابك عند أصحابك عند ربي سبحانه أنت اليوم أعطيتنا درس في وسطه آلاف الدروس وقت اللي توصل تقول يلي تتفرج فيه تفهم المرأة هذه يلي تتفرج فيها كلم أمك تو كلم بوك تو لو كان مقراب برا زورهم تو فاهمة فاش قاعدة تحكي اقف أختي اقف حاجة أي بابا قلت لي نحب نتكلم تفضل حاجة كلمة نتمنى في الدنيا ذي كل من عندها صغار وليد بنيت
يربيهم على السكة الصحيحة كما ربيت بناتي. كيفاش؟ جيبهم على السكة الصحيحة. كيفاش السكة الصحيحة؟ معني ربيهم ربية كما ربيت لبناتي. اللي هي كيفاش يا حاجة مثلا؟ بناتي حنان وعطف. تضربش أمي، أمي عمرها ما ضربت منا واحد. ما تضربش أمي أقسم بالله هاني بالعمر راه ثاني نتحدث. عاود لي ما ضربتش. تضربش أمي. ريتو أمي تجيش تضربك تتغش عليك تجبدك بالقوي وتتحملك تعصرك تولي أنت تحشي مع روحك. أمي ما تضربش. أمي بناتي نين تجي مش نضربهم تتغشش. أمي تربي بلسان وعندها حاجة أخرى هاني نعرف خاطر ماما عاقلة برشا وكنت ضاعوا عليها الكلمة. ماما تقول قري لنثى وذكر قريهم خاطر اللي يلحس الأقلام كما تقول هي ما يعدوهاش عليه وجي فيه الحنان. اللي يلحس الأقلام ما يعدوهاش عليه. باهي 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 برسك تربينا نفس التربية نحن حتى نحن ما ضربوناش الحقيقة. التو أنا ظهري يوجع التو التو ظهري التلفزة ما نجمش نقولها ما ظهري حسين. أنا ما نضربش يا حاجة. أباب قديش فخورين. عايش اللي يلحس الأقلام ما عدوهش عليه. ما عدوهش عليه يا حاجة. أباب يا حاجة كان نحكي لك اش عملتي انت وبنتك الليلة في دزاير في دزاير في ليبيا خارج حدود وطنك الناس المتغربين اللي يتفرجوا فيكم الليلة رجعتوا فينا الأمل يا حاجة. كنت ترى التوانسة الليلة قديش فخورين بيكم رجعتوا فينا الأمل يا حاجة. بنتك هذه ترى الليلة باش ترى الليلة قديش حجم الدعاء الدعاء لو كان جا عندنا كونتور بتاع دعاء لو كان جا عندنا كونتور نحسبوا به الدعاء بتاع الليلة مليارات الدعوات انت الليلة انت وياها الثمرة الطيبة. أنا نقول مستحيل إن شاء الله شجرة طيبة إن شاء الله تجيب ثمرة فاسدة مستحيل. كل شجرة تجيب تنجم وهي هابطة الثمرة الفاسدة وما عرفتش قيمتها خاطر الثمرة الباهية والطيبة تقعد في وسط الشجرة الطيبة ما تطيحش لوطة ما تطيحوش حتى لو كان كركركم اللوطة. حاجة احنا مستنسين انت تجي لبنتك بنتك اليوم باش تجيك. مرحبا شفنا قلبي طيب باش نمشي لبنتك يا ماما ربعتي الوراد احلى تكريم كما تعبوره قد اكثر. أنا والله أنا والله العظيم والله أنا والله العظيم لو كان مش من الحشمة راجلك شو اسمه ولا من الحشمة زاد من خويا صهير كذا كنت باش نتبلانجا معاك من عنقكم وكذا. علاش ليه؟ علاش ليه؟ علاش ليه؟ 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 علاش ليه؟ والله ليه ليه ليه؟ هاي استاذ ولدي راه يرحم ميمتك ويهنيك. كرمت ماما عايش. وليا داري نحبها ديما محلولة وديما مليانة ونعطي ما نخليش من الروح. نمشي قدام ربي. عايش عايش عايش. ان شاء الله تجوب حدينا الكل. عايش عايش. زعفر جيبو جيبو حدينا الكل. عندي بنيتي الأخرى. عندي بنيتي. اسكتي وادي شوي. باهي. خليني نبدا بالله لحظه الجمهور بالله لحظه لا لا بالله ما غير التصفيق خلي لحظه حاجتي فازك هي لا يشكع ضمك على ميمتك راني ميمتك الحنانه ماشي 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 عفو عفو امين عليك جيبهم ويجوا بحدي يجوا مرحبا بكم بالحق الناس الكل يجوا عدوا نهار شوفوا الغلم والفيرما والفرماج نفبرك لكم الناس الكل يجوا فرحة الفيرما والغلم والواحد الفرماج أنا تنظموها الرحلة اي مرحبا بكم والله صدقا يا حاجة قولي حاجة اقسم بالله باش نعطيك فازة ممكن ما تعرفيش يا ماما خايتي ما نعرفيش الله يهدي أنا شديت روحي لماكسيموم في الحلقة هذه مش نقولك فازة ما تعرفيش معناتها ان شاء الله عمرك طويل يعيشك انا علاش نحب امي شكيكه هي معناتها شكيكه امي واحنا هزينها للسبيطار تفعليها بس احنا خارجين مفجوعين مفجوعين قلت لحظه 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 جيبوا لي لونسامبل نتاع الروز قلت لها يما قالت لي لونسامبل الروز نخرج قالت لي نحب لونسامبل هذاك تتفجعوش معناتها أمي في قمة الضعف والمرض وتعب على الأخر لحظات أخيرة لحظة الصامبل الروز تحب أمي
تحب الإنسان اللي عنده عزيمة واللي عنده قوة واللي ما يتيحش. وشميت عليك ريحتها أقسم بالله يا حاجة. أنا باش نقول للتوانسة أصحابنا الكل يتفرجوا فينا الليلة، أقعد بنورة شوية هم يتفرجوا فينا لو كان ثم تونسي يتفرج فينا الليلة طاح ولا فشل ولا ضعف. صديقي صديقي ركز معايا، واللي اصطفى محمد قول يا ربي يا ربي بارك الليلة هذه تكون لك أمارة، قول يا ربي وتوكل على ربي بحول الله يعمل لك ربي دليل. صحيح. محليكم مرسي بكو نور عطينا كلمتك للناس. كل تلقائية باش نقول خاطر برشا ناس باش تلومني، ناس كل تحبني في الكيف من المندوب للناس الكل المندوبين، باش نشكر ناس الكل نحبكم الكل. سامح صاحبتي الحاجة ما نحبك برشا، حتى أنا سامح صاحبتي انتوما الكلكم نحبكم. تونس نحبها، أنا تونسية باش نعيش في تونس ونموت في تونس ونعطي لتونس. وبكل صراحة ربي ورضيت الوالدين، ربي ورضيت الوالدين. اي 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 الحاجة باش تقول كلمة لبي. هاي بابا هاي نسمعها. أمي الله يرحمها نيكا، بابا حي الله يفضلولي وخليولي، هو وخيتي وخير المسلمين. فهمت العنقود؟ العنقود بابا بابا اسمع بابا ليلي يا ربي روحي بابا كعف ريت بابا هذه هاي يما هاي تفضلوا تفضلوا شدوخ هاي تفضلك الله هاي بسيمة بسيمة سكول هاي. باش نختم جملة لأصدقائنا اللي يخدموا في الفلاحة في التراب الأرض اللي هو الشرف والعرض، باش نختم جملة واحدة باللغة اللي حكيت بها هي: الدنيا هذه أرض، الدنيا هذه أرض فيها الشرف وفيها العرض، تزرع تحصد، تجيب شكون يزرع يحصد. الدنيا واللي اصطفى محمد اللي تزرعه تو لما تلقاه تو.